أساسي جدا 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 في الإسقاط، ومن ثم استنتاج المسقط الثالث، ومن بعد منه الميسنج السكشنز هو البروجكشن. البروجكشن ده عبارة عن إيه؟ أساس البروجكشن هو ثلاث محاور. لو ده لازم أفهم الفكرة دي، أساس ثلاث محاور. الثلاث محاور دول الكاركترستيك بتاعتهم إيه؟ بيتميزوا بإيه؟ متعامدين. ادي اول ميزه، متعامدين. لازم احس بهذا، لازم احس ان هم متعامدين على بعض، مش مجرد اقول كده متعامدين بعض. يعني حاجه حافظها. يعني ايه متعامدين على بعض؟ يعني كل واحد مسقطه في الاثنين التانيين عباره عن ايه؟ نقطه. محور، المحور ده مسقطه هنا نقطه، المحور ده مسقطه هنا نقطه، المحور ده مسقطه هنا نقطه، نقطه. بس طيب كل اثنين من المحاور دول بيعملوا لي ايه؟ بلين. كل اثنين من المحاور دول بيعملوا لي البلين، ولذلك عندي اكس واي وعندي اكس زد وعندي واي زد، ثلاث محاور. ميزه الثلاث محاور دول ايه؟ الثلاث مستويات دول ايه؟ متعامدين. يعني ايه متعامدين على بعض؟ مهمه جدا ان انا احس بيها. يعني ايه متعامدين على بعض؟ يعني لو شبهنا الوضع عندنا بالاوضه هنا، هنلاقي ايه؟ هنلاقي الاكسيز بتاعتي، ادي الاكسيز هناك، ده الاكس اكسيز، ده الواي اكسيز، وده الزد اكسيز. الاكس مع الواي عاملين بلين، اللي هو البلين ده هسميه سايد بلين. الواي مع الزد عاملين بلين، ده اللي هو فرونتال بلين. الاكس مع الزد عاملين البلين اللي تحت اللي هو الهوريزونتال بلين. طيب يعني ايه متعامدين على بعض؟ يعني اترجمها ازاي؟ اترجمها بان لو مسكت الورقه دي كده وحطيتها كده اهو، ده على اساس ان ده الاكس واي اهو كده. مسقط الاكس واي على الواي زد، مسقط اكس واي اهو بلين الاكس واي على، او مسقط السايد بلين، خلينا نقولها بشكل تاني، مسقط السايد بلين على الفرونتال بلين عباره عن ايه؟ خط. مسقط السايد بلين نفسه على الهوريزونتال خط. الخط ده ايه؟ موازي للواي، والخط ده ايه؟ موازي للاكس، صح؟ طب لو حطيت ده كده اصبح المستوى ده بارلل للفرونتال بلين، اوكي؟ مسقطه البروجكشن بتاعه في السايد بلين فيرتيكال لاين، في الهوريزونتال هوريزونتال لاين. لما احط كده هوريزونتال بلين مسقطه في الفرونت وفي السايد لاينز، مش كده؟ ولاينز ايه؟ بارلل للاكسيس. يعني نقول نستنتج من الكلام ده بالعكس بقى، ناخد الكلام معكوس، نقول ان لو لقيت عندي هنا هوريزونتال لاين وفي السايد بلين هوريزونتال لاين، يبقى ده هيبقى ايه؟ هوريزونتال بلين. ده اللي ايه؟ العكس، واخد بالك؟ فمهم جدا ان يعني الكلام ده هنقوله تاني الاسبوع اللي جاي، بس انا بدي لك فكره عشان لما واحنا شغالين دلوقتي هربط لك الكلام ده بهذا، يعني بالطريقه دي هنربط الكلام ده بالطريقه دي. حاجه ثانيه مهمه جدا جدا لو ما كنتش مستوعبها وحاسس بيها مش هعرف اشتغل في الميسنج فيو، اللي هي العلاقه ما بين المساقط وبعضها. شبهنا الكلام ده زمان، بقولنا ان انت لو بتصور واحد قدام منك من وشه وتصوره من جنبه وحطيت الصورتين جنب بعض، هل هتلاقي عينه هنا مش قصاد عينه الناحيه الثانيه؟ ينفع؟ ما ينفعش. بقه هنا مش قصاد بقه الناحيه الثانيه؟ دي سميناها ايه؟ ها؟ مين فاكر؟ هوريزونتال الاينمنت. سميناها الاينمنت. الاينمنت يعني ايه؟ استقامه على خط واحد. استقامه على خط واحد. بس فالارتفاع بالتالي مدام كل نقطه قصادها الناحيه الثانيه على استقامتها، يبقى الارتفاع هيبقى قد الايه؟ الارتفاع، مش كده ولا ايه؟ الارتفاع هيبقى قد الارتفاع. يبقى ده مهمه جدا، اللي هي بنسميها الهوريزونتال الاينمنت. العلاقه دي في منتهى الاهميه. ليه؟ لان النقطه دي انا لما احب ادور عليها ادور عليها فين؟ امشي كده اهو ادور عليها هنا على الخط ده، وامشي بيها كده اهو ادور عليها على الخط ده في التوب. فاهم ازاي؟ فالعلاقة دي في منتهى الأهمية.
حاول دلوقتي واحنا بنحل هنا ان انت تحس بهذه العلاقه دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي احنا اللي هنراعيها هنا هو مش هشتغل كل مسقط لوحده، ده الجديد ده بقى الايه الاسلوب الجديد شويه، مش هشتغل كل مسقط لوحده، هتشوف قد ايه ده ممكن يوفر لي وقت. انا هشتغل الثلاث مساقط مع بعض في وقت واحد، ثلاث مساقط هشتغلهم في وقت واحد عشان ااكد واكرس موضوع العلاقه ما بين المساقط وبعضها. اوكي طيب هنا اهو احنا اتفقنا زمان، قلنا انا لما ببص للشكل اول حاجه ابتدي اقررها هي ايه؟ الاتجاه اللي انا هبص منه على الفرونت. ما زال في ناس بتغلط غلطه مهمه جدا اللي هي بتبص للشكل كده. انا ما ببصش الشكل كده، الشكل مرسوم قداميني كده، لكن انا مش ببص في الاتجاه ده، انا ببص في اتجاه يا اما اكس يا اما واي يا اما زد. غير كده ما ببصش. يعني اتجاه النظر بتاعي للجسم لما امسك الجسم واحطه، اتجاه النظر بتاعي يا اما في اتجاه الاكس يا اما في اتجاه الواي. طب انت لما تحب ترسم الاكس والواي بالذات دول ترسمهم ازاي؟ ترسمهم كده، ادي هنا اهو الواي وادي الاكس وادي الزد. طب برسمهم كده ليه؟ لان يعني لان الورقه دي 2 دايمنشنز انما الاكسس بتوعي 3 دايمنشنز، فغصب عني لازم اعمل ده مايل كده وده مايل كده عشان اشوف الايه؟ الابعاد الثلاثه. اوكي؟ يبقى اذا انا لما هبص على الشكل بتاعي يا اما هبص في هذا الاتجاه كده اهو، يا اما هبص في هذا الاتجاه كده، ده في اتجاه الاكس وده في اتجاه الزد، يا اما هبص من فوق في اتجاه الايه؟ الواي. يبقى باستمرار اعمل حسابي ان انا ببص على الشكل بتاعي في اتجاه يا الاكس يا الواي يا الزد. اوكي؟ طيب دي حاجه. قلنا برضو بختار الفرونت ريفيجن بتاعي في اتجاه ايه؟ اتجاه الطول الاطول. هنا اهو لما ابص الاقي دي 160 ودي 96، ال 160 هي الطول الاطول، يبقى هبص في هذا الاتجاه كده اهو هنا عشان اشوف ايه؟ ده الفرونت. وبالتالي الاتجاه الثاني هيبقى سايد. اوكي؟ طيب لما هبص على السايد من اليمين للشمال زي الحاله دي، احط السايد بتاعي فين؟ الشمال. ما زال في ناس لغايه دلوقتي ما زالت بتغلط الغلطه دي، في ناس نقطة في الامتحان 4 درجات عشان الغلطه دي. 4 درجات. مش شويه. مش شويه ابدا. فهنا اهو لو يعني ده لوجيك، ده لوجيك. يعني الفكره في كده ايه؟ لو انت احنا بس ما بنحط التوب فين؟ تحت الفرونت. لو حطيت التوب تحت الفرونت وجيت حطيت السايد فيو بدل من ناحيه الشمال للناحيه اليمين، لخبطت الدنيا كده، عملت كومباينيشن ما بين تو سيستمز اوف بروجكشن اللي هو الفيرست انجل بروجكشن والثيرد انجل بروجكشن. ده نظام عالمي وده نظام امريكاني، امريكا بس بتشتغل بالنظام ده اللي زي الكتاب اللي موجود عندك، بس يعني احنا مستحملين الكلام ده هناك لان الكتاب فيه تمارين حلوه جدا والكتاب نفسه حلو، انما شغال بالنظام الامريكاني. خلاص؟ فهنا اهو افتكر كده، انت عشان تحط التوب تحت الفرونت انت بتبص على التوب منين؟ فوق لتحت. وبتحطه فين؟ تحت. يبقى لما ابص انا من اليمين للشمال اسقط فين؟ شمال. من الشمال لليمين اسقط فين؟ يمين. زي ما تبص من فوق لتحت تسقط تحت، يبقى نفس الحكايه برضه. اوكي طيب يبقى اذا هنا اهو لما هبتدي هبص الاقي ده الفرونت وده السايد، السايد بتاعي هيبقى ناحيه الشمال، يبقى اعمل حسابي من البدايه وانا ببتدي اقسم الفرونت اقسمه في مكانه وانا سايب مكان ليه للسايد فيو، وده يمكن الحكايه دي هتتعالج لما ابتدي اقسم الثلاثه مع بعض. يبقى اوريدي هبقى عامل حسابي وشغال بالطريقه خلاص. طيب ده اتجاه الفرونت بتاعي. الحاجة اللي بعد كده، مهما كانت المسألة صعبة، قلنا السمستر اللي فات ابتدي بان انت تسهل على نفسك المسألة. تصور ان انت في تفاصيل كتير من اللي موجودة مش موجودة مؤقتا. نيجي نطبق الكلام ده هنا، هتصور ان كل الهيصة اللي هنا دي مش موجودة، حتى الحتة اللي متشالة دي والحتة دي والحتة دي مش موجودين.
حتى كمان ممكن السطح ده في البدايه اعتبر حتى الكيرف ده اعتبره مش موجود. بقى الجسم عباره عن ايه؟ بقى الجسم عباره عن دي هتطلع فوق كده وتطلع فوق كده انه خلاص بقى صندوق تقريبا يعني. بس والحته دي برضو اعتبرها مش موجوده. اسهل على نفسي. اسهل على نفسي المساله وهنشوف هنشتغل بالطريقه وهنشوف لما اشتغل بالطريقه الدنيا هتمشي ازاي تبقى سهله. اوكي؟ طيب نبتدي نبص كده. الابعاد الكليه لازم ابقى عارفها. متهيألي الارتفاع الكلي قد ايه؟ 130. الطول الكلي قد ايه؟ 160. العرض الكلي 96. حتى لو اشتغلت على مستوى يعني الطالب اللي تخيله معدوم ودي مش موجوده. دي مش موجوده، الناس اللي بتوهم نفسها تقول انا ما اعرفش اتخيل كان يكون لا انت كده كل اللي بتعمله انك بتهبط نفسك. مفيش حاجه اسمها واحد ما عندوش تخيل. اوكي؟ بس الدرجات متفاوته اوكي ماشي هتغلب على الدرجات المتفاوته ان انا يعني ابقى فاهم كويس ومذاكر كويس. مش اكتر من كده. اوكي؟ طيب الجسم بتاعي هنا برضو من الاسئله قبل ما ابتدي احط القلم. ابتدي ابص على المساله كده عشان كده قلت لك خد اربع خمس دقايق بص على المساله كده وتحاول انت تفهمها. قبل ما احط القلم خالص بص كده اسرح مع المساله. عرفت الطول الكلي والعرض الكلي والارتفاع الكلي. طيب المساله هنا ايه؟ المساله لو ابص لها من اي اتجاه من اتجاه الاكس اتجاه الواي اتجاه الزد هلاقيها سيمتريك. نصها اليمين زي نصها الشمال. دي برضو تفيد جدا. دي برضو تفيد جدا. اللي عايز يعني هقول ايه؟ يحدد لنفسه حاجه ممكن قوي اجي اقول الطول بتاع ال 160 ده حاجه اقول هبتدي من هنا اهو ما دام الشكل سيمتريك يبقى هاخد ايه؟ سنتر لاين. السنتر لاين ده يبقى سنتر اوف سيمتري. طبعا بمناسبه السنتر لاين في خمس درجات في الامتحان محطوطين على ما يسمى بالجرافيكال ليفل. وقلنا هذا الكلام على مستوى الدفعه بالكامل كل اللي خد الخمس درجات دول اتنين. واللي خد اربعه برضه ما يزيدوش عن يمكن الايد الواحده. كل واخد يعني اتنين اتنين ونص. ده عباره عن ايه؟ اللي هو خطوطك. خطوط انا بقى برسم بخطوط شكلها ايه؟ السنتر لاين شكله ازاي؟ لغايه دلوقتي وهمر واشوف الكلام ده وانا مدي تعليمات مشدده للساده المهندسين. مفيش تهاون خلاص. انا بقول لك السنتر لاين شكله كده، لما الاقي واحد عامل لي السنتر لاين كده اهو. ده هنا. ما ينفعش. ما ينفعش. الداش لاين، الداش لاين بلاقي واحد ناس عامل لي كده اهوت. ايه ده؟ داش لاين معروفه خطوط ماشيه كده اهوت اهي ماشيه منتظمه باطوالها اهو الكتابه قلنا الكتابه فيرتيكال كابيتال ليترز. واحد يجي كاتب لي كتابه مفعصه. ما ينفعش. ما ينفعش. بكرر تاني اللي قلته لكم قبل كده. المهندس ده راجل من سماته الشياكه. انت لما بتمشي في الشارع كده ولقيته عماره عماره طالعه عمارتين جنب بعض يمكن واحده متكلفه اكتر من الثانيه لكن الثانيه شكلها شيك من بره. والثانيه حاطط فيها الوان فلاحي دي راكبه مع دي ولا مش راكبه ولا حاجات كده يعني هتخش فنيين فيها ولا يعني حاجات كلها بديهيه. احنا قلنا ان لازم الشياكه في الشغل الشغل معانا اسمها ايه بالهندسه؟ اسمها فيرتيكال اسمها جرافيكال ليفل. جرافيكال ليفل. خطوط مع بعض بس عندي خط كده مع خط كده اهو لو سبتني دي كده ما تنفعش. مش ما تنفعش كشكل بس دي ممكن ايه ما تنساش ان الرسم اللي انت بترسمه ده ما هوش رسم يعني مش برسم منظر طبيعي ولا برسم ورده ولا لا ده رسم بيروح لمصنع علشان يتنفذ زي ما تكون بترسم لترزي بدله مثلا معينه ولا فستان ولا انت عايزه ينفذه لك لو ما كانش الرسم مظبوط
والراجل الترزي ده ولا الصانع اللي في المصنع طلع لك الحاجة زي الرسم بيقول، هتقدر تلومه؟ ايه الفرق بين يعني لما تمسك بقى تركب عربية صيني وعربية ألماني؟ ايه الفرق؟ صناعة صناعة صناعة، والصناعة دي جاية منين؟ دقة. وبرضه حتى في الصيني، في الصيني في الرخيص وفي الغالي، أو في النظيف وفي فهي مسألة إحنا دي مربوطة بالصناعة. دي مربوطة بالصناعة، فكلما كان الرسم دقيق ومظبوط كلما طلع المنتج دقيق و مظبوط. وكلما كان الفانكشن نفسها بقت دقيقة ومظبوط وتعيش وكل حاجة. بس فيعني أنا بقولها دلوقتي أرجو الاهتمام بالجرافيكال ليفل، إن أنت بتبتدي اللوحة بتاعتك تبتديها بالرصاص الخفيف عشان لو غلطت تقدر تمسح، وكل الكلام اللي أنت إحنا قلناه قبل كده كتير. كويس؟ فأنا بقول دلوقتي أرجو، إنما لو عديت ولقيت حد، أنا والسادة المهندسين لو عديت ولقيت حد بقى لا مش سامع الكلام هو ساعتها هشوف الوش اللي هم ما يحبش يشوفه. فليه؟ خلينا كده يعني ننفذ الكلام عشان فرق كتير. وانا عندي لوح من الامتحان شايلها على جنب عشان اوريها لكم، بين ناس عامله شغل يعني، في واحد جايب 40 من 40 واديت له 2 بونص، والله 42 من 40. لوحه تفرح، لوحه تفرح. بص كده لشكلك وانت رايح فرح، فرح يهمك كده اهوت وانت رايح تتسنكح. بص كده شكلك في الاثنين لما تيجي تحط على الفيسبوك، هتحط اني واحده بتاعت السنكحه.